من وسط بيروت التجاري صرخة لإعادة الحياة إليه. نواب بيروت وبلديتها ومخاتيرها وفعالياتها تدعوا إلى لقاء للبحث في برنامج ينعش المدينة واقتصادها. لإعادة إنعاش هذا الجزء من الوسط، شارع المعرض ومحيطه، حيث كانت حشود الناس ليل نهار. ونرفع صوت لتكون بيروت مدينة منفتحة ومدينة لا قيود عليها. أنا بطلب من دولة الرئيس بري أن مزيد من التخفيف من الإجراءات الأمنية حتى نستطيع أن نتعاون على إحياء الوسط. ومن هذا الوسط ستبدأ الحياة التي يستحقها لبنان واللبنانيون. احنا ألفنا مؤسسة جديدة في بيروت اسمها مهرجانات بيروت الدولية. مهرجانات بيروت الدولية عندها برنامج كامل سيبدأ بشهر حزيران إن شاء الله وكل الصيفية. قرر نادي بيروت التنمية الرياضي إنه يعمل نشاط بطولة لبنان للشطرنج هون وين أنتم قاعدين هالأحد. ولا قيامة للبنان ككل إذا ما عاد انتعش الوسط التجاري. من خلال تحصين بلدنا واجباتنا ننعش بيروت. هي جوهرة لبنان والمشرق العربي والعرب جميعا، تتضافر جهود أبنائها كافة لتفعيل العمل فيها وإعادة الحياة إليها. من قلب بيروت أعلن مؤتمر إنماء بيروت عن سلسلة نشاطات ينوي القيام بها من أجل إحياء هذا القلب الذي حاول بعض الحاقدين إضعافه منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مرورا بالمحاولات الميليشيوية لاحتلاله. من وسط بيروت، ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل.